اليوم اخترت هيك حفل اطلاق ضخم لكليبك الجديد، ليه اخترت هاي الطريقه بالذات؟ اول شيء بدي لك ميرسي انه انت اللي قدمت الحفل، زدته هيك جمال. حبيت بطريقه بتشبهني، انا بحب السينما وحاسه حالي عامله فيلم صغير، حسيت انه صاله السينما هي اكثر وحده قادره تخدم هالفيلم وتظهره، وبشكر اكيد جراند سينماز يلي دعموني وقدموا لي هالصاله، وجمعت حوالي ناس حسيتهم انه بيشبهوني وبيشبهوا هالمشروع اللي حققته. ليه اخترتي هول الممثلين وحدا يعني كان براسك تاني يمكن ما اجى ما كان راغب؟ انا كان بدي ناس بتشبهني وبدي ناس كمان قديره بشغلتها، ثاقبت انه انا محظوظه انه هول اصدقائي، وكبيتها قدامهم مره على سبيل المزح وكلهم قالوا لي نهار بدك تصوري نحن معك، ففعلا لبوا النداء وبقيوا عند كلمتهم، وانا بشكرهم واحد واحد قد ما عطوا من قلبهم وكانت جديه الامور. الشخص الوحيد كان لازم يكون معنا بديع ابو شقره، ما قدر اخر لحظه لانه كان عنده مسلسلين، بس دوري سمراني قام بالواجب والزياده، هالصديق الممثل الرائع يلي عن جد هيك لعب الدور وعبى مطرحه. بشكل عفوي تقمصت الفنانة ألين لحود دور مراسلتنا لتقوم بمحاورة الممثلين المشاركين بهالعمل. خبر العالم عن عظمة هالعمل. أنا بدي أقول إنك انبسطت بالتجربة، وأنا متشوق مثل الناس إني أحضر الكليب كمان لأنه ما شفته. مزبوط، بدي أقول للناس إنه لاعب دور كثير قوي عماد. شو بدك تخبرينا عن هالتجربة مع هالبوطة المهضومة؟ كلنا هيك مع بعضنا، ما بعرف شو طلع. لأنه كلنا هيك متشوقة لشوف شو طلع من أمرنا. طلع، شو بدنا نحكي عن هالتجربة؟ اول شيء بدي اتشكرك انه دغري اعطيتيني دور بطوله، يعني هيدي مهم بدي اخذها غير محل. يعني لما بيكون في نيه طيبه ولما بيكون في صداقه حلوه بيطلع شغل روعه. الغنيه هيت اصلا والميوزك فيديو روعه. ثانك يو، عن جد بطله ماي هيرو ومنقذه كمان، لانه لو ما قال اوكي كنا رح ناخر بعد الكليب. دوري سمراني ثانك يو اول شيء، والميكرو لك. اللي مش مسحة اكيد وانا كثير مأكد منه انه صوتك من اجمل الاصوات. 2-1 شيلو رح الوم صوب الشمال اشعلوا واضح انه ألين محبوبة جدا، ولذلك عنا اكثر من رسالة حب لإلها. اقل شيء بنعمله انه اليوم شخص لبناني بنفتخر فيه، عنده كل هالتالنتس، نقدر نكون حدا بهيدا المومنت. كتير صعب انك تعمل عمل هالايام، بيتطلب كتير مجهود، بيتطلب كتير انفستيسمون مصاري، وبعرف انه ألين اوتو برودوسر مثلي بتشتغل لوحدها، في بلان براسها، عارفه انه جاي بدها تعمل مود كتير جديد، بدها تعمل موسيقى جديده بعيده عن العالم بس تخلي العالم بنفس الوقت انه تحبها.